طيب يعني ايه؟ هناخد جنب من الحته دي وهنرجع لها تاني. شفنا طبعا اليومين اللي فاتوا الرسائل بتاعت مستر كيروش عن مستحقاته وتعامل اتحاد الكره معاه وامور كتير جدا 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 هو اتكلم فيها، كلنا عارفينها وشفناها وقرناها الايام اللي فاتت. واخرها بقى كان امبارح لما وجه كلامه مستر كيروش، وجه كلامه لشخص واحد بس، لوليد العطار. وجه كلامه لمين؟ لوليد العطار. ده ليه معنى تاني بعد كده، بس خلينا نتكلم في الموضوع ده. وليد العطار لما مستر كيروش يعني اتكلم او انتقد الحاجات اللي هو عملها معاه، وليد العطار قال له ايه؟ يعني اعتذر وقال له اصل جمال علام يعني خبرته قليله. فطبعا كيروش رد عليه برسائل احنا مش عايزين نخش فيها، مش عايزين نخش فيها اكتر من كده، لكن ياكد لنا ايه بقى الكلام دوت؟ ان وليد العطار كان بيتعامل حتى مع كيروش ان هو رئيس الاتحاد الفعلي، يعني المجلس ده لا قيمه له، واللي بيتحرك فيه واللي بيحركه شخص واحد بس، وان الشخص ده بيتعامل كانه هو الرئيس الفعلي لاتحاد الكوره او اتحاد الجبلايه. ده واضح من مش من كلامي، ده من رسائل مستر كيروش. طيب اتحاد الكوره، مجلس اداره اتحاد الكوره برئيسه بالاعضاء، هل راضيين بالتصرف ده؟ انا في بعض اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره تربطني بيهم علاقات كويسه، وفي ناس انا بحترمهم جدا جدا زي كابتن حازم امام، زي الكابتن محمد بركات. هل انتم راضيين انكم في مجلس الرئيس الفعلي فيه للاتحاد هو المدير التنفيذي، هو اللي بيتصرف في كل حاجه، هو وليد العطار